بس عايز اقول لمحمد ابراهيم ابعد وكيلك عنك لانك ليه اتابع على الكابتن حازم امام امبارح لانه بيقول لي انا لقيت على بتاع مش عارف نادي سيون السويسري عايز محمد ابراهيم. هو محمد ابراهيم هو عم ايوب وديني عدلي هنا لا ومن هنا وديني البرتغال لا انا عايز ارجع من البرتغال لا وديني سيون لا هو ماشي كويس في الزمالك محمد يا فندم. هو الكلام ده بص محمد ابراهيم عنده مشكله مع وكيله. المشكله ايه؟ ان انا دفعت لمحمد ابراهيم حوالي 6 مليون جنيه الغرامه او التعويض للنادي بتاعه عشان اجيبه. جزء من المبلغ ده بيتخصم من فلوسه. طبيعي. فهو كل ما يجيب جون مش عايز يتخصم. ما انا مش هخش السجن عشان محمد ابراهيم. حضرتك مضيت على العقد ووافقت ان انا بخصم جزء. انا بدفع جزء وانت بتدفع جزء عشان ترجع. تمام؟ ما تجيش عشان تجيب جون واثنين انت والوكيل بتاعك تقعد تضربوا لي عقود بتاع ده بيسموه ايه بتاع مزور ده اللي بيجيبوه من بره فاكسات مضروبه واخد بالك؟ لا انا قلت امبارح للجهاز محمد ابراهيم عنده عرض محترم اهلا بيه بس لو مش هيرجع المره دي ثاني. صح.